الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابع من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الحلقة الفائتة عن مسألة من مسائل الجاهلية التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه مسائل الجاهلية، وقلنا أنه ذكر في المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال الله تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر الشيخ أن هذه المسألة هي أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أتى بإخلاص الدين الله سبحانه وتعالى، وذكر أن هذه المسألة انقسم الناس من أجلها إلى مسلمين وكفار، ومن أجلها شرعت وقعت العداوة، ومن أجلها شرع الجهاد، ومن حققها أو من وقع في نقيضها بالإشراك بالله تبارك وتعالى فهو خالد مخلد في نار جهنم. فلا بد أن يعلم المسلم حال أهل الجاهلية حتى لا يقع فيما وقعوا فيه. فالمسلم يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. لذلك قال وأنهم يتعبدون، أي يتقربون ويصرفون أنواع العبادة للأولياء لزعمهم أنهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى، يريدون بهذه العبادة وبهذا التقرب شفاعة هؤلاء عند الله. وده حال المشركين في كل زمان ومكان. فقوم نوح عليه السلام عبدوا 5 رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. دي 5 رجال صالحين من قوم نوح. لما نسخ العلم وظهر الجهل عبد هؤلاء النفر من الصالحين، وبعث الله عز وجل نوحا عليه السلام في هؤلاء القوم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل 950 سنة. كده تخيل 950 سنة، دي دعوة لهؤلاء القوم بأن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. ما تنادوا ود، وما تطوفوا بقبر يعوق، وما تذبحوا لنسر، ووقعت العداوة والبغضاء، وحال المشركين في كل زمان ومكان أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين عبدوا منه، مش عبدوا اللات؟ اللات رجل صالح كان يلت السويق، السويق دي زي أكلة
ظريفة، أكلة ظريفة جدا للحجاج. الليلة بعصيدة مرة، عصيدة مرة، تلقى الواحد يشرك بالله عز وجل، قل لك ده ما باكلوا الكسر يا مولانا، يعني مشكلتك في بطنك انت، مشكلته كلها في بطنه. هل وكلوك برجر تسوي شنو يعني؟ لو وكلوك برجر دي كسرة مرة، قل لك والله دي كسرة يا زول، دي كسرة ما ضقتها، الدقيق بيكبوه في الهناء والله. مرة كده في فيديو يا زول عصيدة بيقطعها بالكوريك، بالكوريك والله بالكوريك. فهذا الرجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات نحتوا هذه الصورة وعبدوها مع الله تبارك وتعالى وغير من الأصنام والأوثان والعزة. كذلك شجرة عبدت من دون الله تبارك وتعالى، وهبل ومنات، هذه الأصنام عبدها المشركون لكي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وده عين الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يتقرب العبد للمخلوق يريد شفاعته عند الله تبارك وتعالى، وده شرك بالله عز وجل. وفي عهد الشيخ عليه رحمة الله كذلك عبدت القباب والأضرحة وعبد الموتى، فألف هذه الكتب وهذه الرسائل القيمة في التوحيد وفي العقيدة، وحارب الشرك بأنواعه، حارب الشرك جميعا عليه رحمة الله، وحذى حذو الأنبياء في دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك رفع الله تبارك وتعالى كتبه وتدرس في الجامعات وفي المعاهد، وتدرس يستفيد منها الطلاب إلى يوم الناس هذا، ويستند في كتبه عليه رحمة الله على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشوذ برأيه ولم يأتي بجديد، وإنما دعا بدعوى الأنبياء والرسل. وأما مشركو زماننا، مشركو زماننا أشد وأغلظ شركا كما قال الشيخ من أولئك، لأنه ذلك عبدوا صالحين. أما حقين الليلة ديل ما هم صالحين ولا أي حاجة، ديل ما صالحين. منهم من يسجد له وهو راض، كالذي هلك بالأمس أو لمس يسجد له من دون الله تبارك وتعالى، وداك بتاع الهلالية يسجد له من دون الله تبارك وتعالى، ويرون هذه الأشياء أمامهم ولا ينكرونها. شايفين الناس يسجدوا لهم ويركعوا لهم ويتذللوا لهم ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، وما بيحذرهم يقول لهم ده شرك، والشرك لا تعدله جريمة أبدا. والله دي مصيبتنا في البلد دي، عشان ما الناس الكلام يبقى كثير، بلد دي المشكلة الرئيسية فيها الشرك والقباب التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، دي المشكلة. الدولار طار، عمل لجن حير، ركة ما ركة، دي ما مشكلة كبيرة. المشكلة أن يقع الشرك في أرض الله ويعبد مع الله غيره. فحجتهم حجة أي مشرك في كل زمان ومكان، والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دي حجتهم. يقول لك دارين يقربونا لي الله، نحن وسخانين ودي النظاف. أحمد يا حبيبي، ذاك الهالك عبد الرحيم الزريبة، سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا كاشف الكروبي، سلام عليك يا غافر الذنوب. جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكشف الكروب ويغفر الذنوب، وهذا لا شك لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن يجعل مع الله تبارك وتعالى في مرتبة واحدة، بل الذي يكشف الكرب هو الله، أم من يجيب المضطر إذا دعا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى. والليلة شوف قصيد القوم: ندعوك بسيدة ومعارف نفيسة وخديجة. المهم ديل قال بيتوسل بيدين لي الله عشان يتعالج من الحصوة، وتاني نادى أبو التاية وحامدة بعصايا. المهم بلية كبيرة ذاته، والله تستغرب ذاته، كم الرجال ما كملوا قبل على النسوان. فالمهم انت تعرف انه المشركين في منذ عهد نوح الى زماننا هذا انهم يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، اشركوا في الدعاء وفي العباده. القصائد معروفه وما في داعي نقولها ونكررها كثير، الناس كلهم يسمعوها، و يعني كثير من الناس عارف ان هذه القصائد قصائد شركيه. لذلك الان الصوفيه كوركو ليه؟ الصوفيه كوركو وهؤلاء وهؤلاء ما لنا عمل لك شنو؟ لانه عارف شغلته بقت ما زي زمان، وكثير من الناس وعوا عرفوا الحق، عرفوا الحق وكفروا بهذه الطواغيت، وكفروا بالجباب والأضرحة، وقطعوا التمائم، وتركوا الزيارات الشركية والبدعية إلى الزرائب والجباب والأضرحة، ووحدوا الله تبارك وتعالى. والله يفتى، عشان كده أعظم شيء يمتلكه الإنسان التوحيد، عقيدتك تكون في الله. والله دي أغلى حاجة ودي أعظم حاجة، كون الإنسان يكون عبد لله، ما عبد للسادة زي ما قال عبد الرحيم الزريبة: السادة السادة أنا عبد لكم نادى. عبد لله تبارك وتعالى، لا يخشى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو ولا يستغيث إلا بالله. ده حال البلد دي شرك منتشر، إذا اعتل الكوثر وغنى الساهور وغيره، والجرائد الشغالة والمنابر بتاعتهم شغالة، يدعون الناس صراحة نهارا جهارا إلى الإشراك بالله عز وجل، ولا خجلانين. ولما نيجي زول يتكلم وينقض هذا الكلام بالقرآن والسنة شتموه بأقبح الألفاظ: وهابي. لا لا ما وهابي، خامسي ما خامسي، يهودي. يا أخي ناس يهودي، مسلم على الكتاب والسنة، لكن لما تضرب في محل الوجع دائما بكوركو، دائما لما تضرب في محل الوجع والجرح لما يتحكى شديد طوال الصوفي بكورك. عشان كده ودارت اختبر الناس، بس اعمل لك نصيحة وقول: طبعا يا جماعة ربنا خلقنا ورزقنا وقال نادوني وما تنادوا معاي عبد الرحيم الزريبة. اي زول عيان بيطلع، اي زول عيان يا شاكلوك يا ضربوك، خش لك اي مسجد، دارت اعمل بس دارت اعمل لهم كش سريع كده، بس شفتها بس قول: طبعا يا جماعه ان شاء الله خمسه دقائق نتكلم في ايه ربنا قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك من الظالمين. وربنا في الايه دي يحذرنا ما ندعو غيره، والناس توحد الله وما تنادي عبد الرحيم الزريبه ولا تنادي المكاشف ولا ود بدر ولا غيره من الاموات ولا المقبولين. قد اشوف الجامع ده ثاني بتقدر تقعد فيه دقيقه تلقاه بيغلى زي البليله. ليش؟ لانه في قلوب مرضانه بهؤلاء النفر، عشان كده الناس تكون حريصه، ودي حجه واهيه. ربنا قال: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فمن عبد هؤلاء، فمن عبد الاولياء والصالحين والانبياء فقد اشرك بالله، وهذا يبعده من الله. عبادة غير الله تبعد الإنسان من الله وتجعله قريبا من الشيطان، بل وليا من أولياء الشيطان، وتجعله من
إذا مات على الشرك يكون من أهل النار خالدا مخلدا في نار جهنم. فهذه المسألة وغيرها من المسائل التي ذكرها، وإن شاء الله سوف نسردها، والمسائل المهمة من هذا الكتاب، ونأتي ونشرح ما فيها من فوائد مستندين على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أكتفي هذا القدر، جزاكم الله خير. أقدم أخونا وشيخ عمنا خالد ضحوية، فليتفضل مجزيهم أجره، والسلام عليكم.